بابا، وانت جبت المكنة دي منين؟ ده انا مستلفها من واحد صاحبي. هو من امتى حضرتك بتعرف تسوق؟ الكلمة دي ما اسمعهاش منك تاني. يا البطارية شكلها نايمة ولا ايه؟ على فكرة كانت بتشتغل من غير مفتاح عادي يعني. من غير مفتاح؟ ده خيار يا بابا. ايه الخيار ده؟ امسك هنا، ربنا يستر. على فكرة بقى المكنة دي ناقصة زيت. وقفتوا ليه؟ يا بابا هو احنا عطلنا كتير؟ خلاص، شايف الشجرة اللي هناك دي؟ لا، هي عندها. يلا تعالوا هنا وخلاص. بقول لك ايه يا بابا، انا وياد هنتمشى. يتمشوا مشوار بعيد. ركبوا ركبوا يلا ركبوا. خد يلا.